من إدلب محمد إبراهيم ناشط ميداني عبر سكايب، أهلا بك. هل من معلومات لديك عما يجري الآن في معرة النعمان بعد إعلان المجلس العسكري بدأ معركة الحسم لتحريرها؟ نعم، الكرة اليوم في ملعب الجيش الحر، بدأ بتحرير معظم مناطق ريف إدلب. الآن ساعة الصفر لعملية معسكر وادي الضيف وتحرير معرة النعمان، والمآذن تنادي على الجيش الأسدي بالانشقاق فورا والاستسلام وضرب كل الحواجز. ووادي الضيف التي لم تتوقف عن صب الموت على قرى وبلدات المنطقة والتي سببت الكثير من الخراب والدمار. ووردتنا الآن أنباء عن تحرير حاجزي السجن والمشفى مع انشقاق كافة عناصرهما في معرة النعمان، وما زالت الاشتباكات مستمرة في وادي الضيف، والجيش الحر مصمم على تحرير معرة النعمان من العصابة الأسدية، والطيران الحربي والمروحي يحلق في سماء مدينة معرة النعمان. أما في بلدة جرجناز منذ ساعات الفجر الأولى، فادي قبل ذلك لو سمحت، يعني من يشارك في العمليات القتالية؟ هل من كتائب جديدة انضمت للثوار هناك؟ نعم، جميع كتائب الجيش الحر في منطقة ريف إدلب توحدت وصممت على تحرير هذا الحاجز من العصابة الأسدية. الآن الجيش الحر في مناطق إدلب يد واحدة، يريد أن يزيل هذا الحاجز الذي ما زال يسبب الخراب والدمار لجميع القرى المحيطة به. فادي، ما أهمية معرة النعمان بالنسبة للريف الإدلبي؟ معرة النعمان هي النقطة الكبرى في الريف الشرقي لمدينة إدلب. هذه النقطة التي تعتبر تجمعا كبيرا للسكان، وهي مركز الريف الإدلبي الجنوبي. طيب، ما الوضع الآن في سرمين وأيضا في محنبل التي وصلتها تعزيزات عسكرية كبيرة وباقي المناطق في إدلب؟ الوضع الآن في سرمين وفي محنبل بعد وصول التعزيزات العسكرية التي أرسلتها العصابة الأسدية خوفا من هجمات الجيش الحر على هذه الحواجز فتزيد من تعزيزاتها العسكرية، ما يزال القصف والدمار يستمر على معظم مناطق إدلب. في جرجناز منذ ساعات الصباح الأولى في تمام الساعة 7 صباحا تم قصف البراميل المتفجرة على بلدة جرجناز مع تحليق مكثف للطيران الحربي وتخوف الأهالي من ارتكاب المزيد من المجازر. في مدينة جسر الشغور أيضا استنفار عناصر الأسد وحالة رعب في قلوبهم خوفا من دخول الجيش الحر، لأنهم أصبحوا على أطراف البلدة بعد تحرير نسبة كبيرة منها. في الجانودية أيضا الجيش الحر ولواء الحرية تم السيطرة على حاجز مفرق الجانودية وتم تحريره بالكامل، وتم السيطرة على طريق جسر الشغور ودركوش، وما زالت الاشتباكات مستمرة على حاجز تل ذهب. وننتقل إلى الزعينية، قامت أيضا كتائب الجيش الحر بالسيطرة على حاجز الزعينية بريف الغربي لجسر الشغور، وأسر عدد كبير من عناصر الأسد والقتلى الباقي، وتم قتل الباقي والاستيلاء على أسلحة من الجيش الأسدي. نعم، فادي ياسين ناشط ميداني كنت معنا عبر سكايب من حلب، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل.